أصدقائي، معكم جوجو. اليوم هديكم محل تشارلز اند كيت. اليوم غادي نوريكم الكوليكشن الجديدة ديالهم اللي ما شاء الله رائع رائع. الكوليكشن ديالهم اغلبيتها كيغلب عليها لون بيج ماهون نود، وهي الالوان الدارجة حاليا في السيكان وفي السناطر في بابر. بالنسبه للنظارات الشمسيه عندهم صراحه ما تختلفش في الجوده ديالها عن الماركات العالميه الكبيره. انا اكثر حاجه عجبتني هما هاد الموديلات، صراحه غزالين. يلا البنات، نشوفكم في فيديو اخر وماركات اخرى ان شاء الله ندير لهم تغطيه. وما تنسونيش من اللايكات والتعليقات ديالكم زوينه. ما تنساوش، نبغيكم بزاف. باي.